نبدأ أخبار الرياضة مشاهدينا بنادي الزمالك الذي أعلن عن التشكيل الرسمي والنهائي للجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم. أوضح الفريق الأبيض أن الجهاز الذي ستكون مدة تعاقده مع النادي موسما والنصف يتكون من جوزفالدو فيريرا مديرا فنيا يعاونه، أسامة نبيه مدربا عاما، وجوزيه روي مدربا مساعدا، وأندري فيليب مدرب أحمال، وبيترو روبورتو محلل للأداء، وأيضا أيمن طاهر مدربا لحراسة المرمى. يستضيف الزمالك غدا فريق الجونة في الجولة 12 من الدوري الممتاز لكرة القدم في مباراة أخرى بالجولة الذاتية، يلتقي الإسماعيلي مع فاركو، بينما يحل مصر المقاصة ضيفا على البنك الأهلي. وإلى البريمير ليج، حيث حسم مانشستر سيتي الديربي بالتغلب على ضيف مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في قمة مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. بهذا الفوز عزز مانشستر سيتي صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 47 نقطة يحتل بهم المركز الخامس. إلى الليغا الأسبانية، حيث فاز برشلونة على مضيف ألتشي بهدفين مقابل هدف في الجولة 27 من الدوري الأسباني لكرة القدم. بهذا الانتصار قفز برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بينما توقف رصيد ألتشي عند 29 نقطة في المركز الرابع عشر.